حبايب القلب وياك. ما في انسان بيضمن النجاح، كله نصيب، نحن بنجتهد. انا ما بخاف من شيء لما بتبناه. بالنسبه لي هي رسالتي، انا بحب الكل وكل وحده إلى بصمتها. النجمة سوزان نجم الدين، أهلا وسهلا فيكي معنا على السريع. شخصياتك بمعظم الأعمال بتتسم بنوع من الإيجابية وبتكون هيرو ضمن أحداث العمل، بينما جواهر كانت على العكس شخصية شريرة، فهل كان هذا الدور مخاطرة بالنسبة لإليك؟ أنا ما بخاف من شيء لما بتبناه ولما بفوت فيه بكون مآمنة إلى حد ما. حبيت فيها أنه هي بتمثل هذا الزمن، وهي كثرة التنمر عليها بهداك الوقت، يمكن ما كان اسمه تنمر، خلاها هي الشر اللي جواتها يطلع أكتر من الخير. وكل إنسان فيه الجانبين، فيه الخير وفيه الشر، فأنت شو بتنمي بينما. للأسف هي كانت ضحية وتحولت من ضحية لمجرمة غصبا عنها، وهي رسالة العمل أو رسالة بالنسبة لي، هي رسالتي أنه بعمركم ما تتنمروا على شخص، يا بتأذوه يا بتدمروا يا بتطلعوا الشر اللي جواته. دائما تعمل الصحافة مقارنات بينك وبين النجمة جمانة مراد، وخاصة على لقب نجمة سوريا الأولى في مصر، كيف بتعلقي على الموضوع؟ أنا ما بتعنيني هاي الأشياء بصراحة، أنه مين نجمة سوريا الأولى أو مين نجمة مصر الأولى السورية أو شيء. ليش؟ لأنه ما في حدا بيضل مكانه، دائما حسب العمل. يعني بتلاقي هلأ هالعمل هذا ضرب نجح طلع هيدا الاسم، غاب هذا الاسم كذا سنة طلع اسم تاني وهكذا. المهم بالأخير أنا بقول المسيرة كلها وين توصل بالأخير؟ الله يعطينا كلنا العمر الطويل، وكل نجمة سورية أنا بفتخر فيها وبرفع راسي فيها، وكل واحدة منهم هي نجمة سوريا الأولى وين ما كان. والله العظيم مو مجاملة عن جد، أنا بحب الكل وكل واحدة إلى بصمتها، كل واحدة إلى مكانتها، وما حدا بيشبه الثاني أبدا، مثل أصابع الإيد الواحدة كلهم بتغالين على قلبك، بس كل واحدة إلى بصمتها. تحية لمتابعين وياك، هذه المنصة كتير غالية على قلبي، نادين كتير غالي على قلبي، سارة غالي على قلبي، وانت كمان، والمحطة نفسها، لأنه أنا كانت يعني أول عمل عملته معهم كتير غالي على قلبي اللي هو فيكتوريا، فمتأملة فيهم خير أنه نرجع نعمل معهم شيء بهذا المستوى اللي أنا كتير حبيته. إحنا جاهزين ونتشرف فيك. شكراً. شكراً.